حلو صباح يا حلو طل يا حلو صباح نهار. لا كل شوية أعملي الأفشان. طيب صباح الخير وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الوردة، هنكون مع حضراتكم من دلوقتي ولغاية الساعة 11 معنا مجموعة كبيرة من الفقرات. صباح الخير يا سمر. صباح الخير يا إيمان، وصباح الخير وصباح الورد وصباح كل حاجة حلوة على كل الناس اللي بيشوفونا الحلوين قوي اللي بنحبهم قوي قوي بيحبونا قوي قوي. يا رب النهاردة إن شاء الله حلقتنا تعجبكم وهنبقى معاكم زي ما إيمان قالت من 9 ل 11 وفقرات مميزة ومختلفة. هنبدأ مع حضراتكم زي ما تعودنا كل يوم بجولة سريعة بين أهم الأخبار، وبعدها هنتعرف على حالة المرور والطقس، ثم ننتقل بعديها لفقرة الصحافة وقراءة في عناوين الصحف النهاردة. ضيفنا في الفقرة دي هيكون محمد كامل الكاتب الصحفي. بعد كده هيكون معانا فقرة مهمة جدا وحوار مهم عن تطوير العشوائيات، وصلنا لحد فين في الملف المهم ده؟ ان شاء الله هنعرف كل ده بالتفصيل مع ضيفنا مهندس خالد صديق رئيس صندوق التطوير العشوائيات. وهنختتم حلقتنا النهاردة بكلام عن الفوبيا، أنواعها إيه، إزاي نتخلص منها، وهنتكلم بشكل مفصل طبعا عن الموضوع ده مع ضيفتنا دكتورة رشا الجندي أستاذة علم النفس والخبيرة النفسية. دلوقتي هنبدأ مع حضراتكم مجموعة من الأخبار، والبداية هتكون مع دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس طارق المولى وزير البترول، واللي أكدوا رؤية وزارتي الكهرباء والبترول حول تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة. ده هيكون خلال مؤتمر الأهرام الأول واللي بيعقد على مدار يومين بداية من النهاردة برعاية رئيس الوزراء. المؤتمر هيكون بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء وممثلي كبرى شركات البترول والكهرباء المصرية والعالمية أيضا، وبيهدف المؤتمر ده إلى وضع برنامج عمل متكامل يكون جنبا إلى جنب مع استراتيجية وتوجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة. يعني وكمان المفروض يعني المؤتمر ده زي ما إيمان قالت هيقعد يومين، وده كان ما يتضمن حول أن وزير البترول والكهرباء بيعرضان خطة لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة. طبعا ده أكيد بعد اكتشافات حقل زهر واللي بدأ فعليا ينتج بداية من أول امبارح. طيب نروح دلوقتي كمان لخبر آخر. النهاردة بتحتفل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو باليوم العالمي للغة العربية. هتنظم فعالية بعنوان دور التكنولوجيات الجديدة وكيفية تسخيرها. ده هيكون في مقر المنظمة بباريس، وبتهدف لاستكشاف العلاقة ما بين اللغة العربية والعلوم المختلفة. اليونسكو قالت أن فعالية المنظمة بتهدف إلى الإقرار بالمساهمة الجليلة الهائلة للغة العربية في إثراء العلوم والثقافة العالمية، منها الفلسفة والأدب والفنون، وأكدت أن اللغة العربية إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، بيتكلم بها حوالي 290 مليون نسمة. من الأخبار الرياضية المهمة النهاردة بتنطلق مباريات الجولة الـ 14 من الدوري المصري. هيكون في مبارتين، الأولى هتكون النصر ضد المصري، دي هتكون الساعة 5، والمباراة الثانية هتكون ما بين الداخلية وإنبي الساعة 8. كمان تابعنا امبارح مباريات المحترفين يعني الموجودين بقى طبعا في الدوري او المصريين في الدوري الانجليزي، احمد حجازي في ويست بروم، والهزيمة بصراحة كانت بصعوبة جدا امام مانشستر يونايتد اللي كانت 2-1. طيب نطلع بقى دلوقتي عشان نشوف مع حضراتكم احوال المرور والحاله المروريه في شوارع القاهره والجيزه. ده هيكون بالتعاون مع تطبيق بيقول لك الالكتروني، واللي بنقدمه لحضراتكم بشكل حصري على قناه تان ومن خلال برنامج صباح الورد. نبدا من كوبري اكتوبر المتجه من مدينه نصر للمهندسين، معظمه بطيء جدا ما عدا من مدينه نصر للعروبه كويس. احنا لسه على كوبري اكتوبر، لكن من مهندسين لمدينه نصر معظمه سالك ما عدا من مهندسين لحد شارع العجوزه ما بيتحركش. كوبري 15 مايو من المهندسين لوسط البلد معظمه بطيء جدا ما عدا من فندق ماريت لوسط البلد مش بطل. كوبري 15 مايو من وسط البلد للمهندسين لطيف. صلاح سالم من المطار للكورنيش معظمه ماشي ما عدا من نفق العروبه لكوبري 6 اكتوبر ما بيتحركش. لسه على صلاح سالم من الكورنيش للمطار معظمه بيتحرك ما عدا من كورنيش النيل لحد حديقة الفسطاط ده بطيء جدا. المحور من الشيخ زايد للمهندسين معظمه مش بطال ما عدا من أركان لهايبر ما بيتحركش. وأخيرا المحور من المهندسين للشيخ زايد مش بطال.
زي ما تعودنا ان احنا دايما بنحب نطمن على احوال المرور، وبعديها على طول نروح نشوف بيان بدرجات الحراره المتوقعه ونطلع فاصل، وبعد الفاصل قراءه في اهم عناوين صحف النهارده. استنونا.